مش مكينين، لكن قلوب في توقع من تحت الضغط مكينين.
الشركه هذه اللي ربما جات وكتاخذ الاموال ديال دافعي الضرائب ولكن ما كتقدرش تنزل البرنامج ديالها والسيد العمدة في سلوبات عميق وما قادرش انه يفرض عليهم غرامات. قلنا السيد العمدة كم غرامه انك فرضتي على هذه الشركه هذه من نهار اللي بديتي تسير شأن المحلي، علما ان احد النواب ديالك واللي خرج بواحد الموقف رجولي وموقف بطولي وانه اعترف على ان هذه الشركه ديالي واللي هو اللي واخد التدبير ديال واخد التفويض ديال القطاع هذا، قال على ان الشركه ما كتطبقش جدار التحمل وتذكر مجموعه ديال الاشياء اللي ما كتقومش بها، وانت جيتي خرجتي بقيتي كتقولها حقها في منابر اعلاميه تابعه لكم كتقولها حقها هذاك راه ما قصدش، لا هذاك راه قصد ان قطاع النظافه متدهور في الحضره الادريسيه. يعني انت خصك انك الشركه تفرض عليها غرامات وان كذلك السلطات الرقابيه في شخص السيد الوالي انه خصو يوقف ويضرب بيد من الحديد على كل من سولت له خرق القانون. السيد الوالي راه الشركه المفروض لها تدبير قطاع النظافه ما كديرش الضوء ديالها. السيد الوالي راه الشركه المفروض لها تدبير النقل الحضاري في مدينه فاس ما كديرش الدور ديالها وان ما عندهاش اسطول كافي باش تغطي جميع الاحياء السكنيه. يعني انت السيد الوالي كسلطه رقابيه خصك تدخل وتحيد من هذه الشركه وتجيب لنا شركه اللي ترقى للتطلعات السكنه واللي ترقى لمدينه فاس على مدينه التاريخ ديالها. هذه المدينه هذه راه مدينه الشرفاء ومدينه الاولياء ومدينة العلم والعلماء وناس ديالها راهم واعين واعين مجتمع مدني قوي عارف شنو كيدير. يعني خصكم تحترموا الذكاء العقول المواطن الفاسي ما تبقاش انكم تعبتوا. كما قلت على ان هذا المجلس هذا انه ابان على عدم القدره ديالو على تسيير الشان المحلي وان كنظن ان خصو يراجع الافكار ديالو ان منتخبون كانوا دائما مع انهم كيخرجوا للشارع ودائما هما السباقين على التهاتف على الميكروفونات من اجل اعطاء تصاريح وادعاء انهم كيحبوا هذه المدينه وانهم باغيين الصالح العام. اليوم انهم في مراكز القرار بالعيون سانهم انهم ما بقاوش قادرين يهضروا وانه ولينا كنشوفوهم دائما جلالب وكنا كنشوفوهم دائما في الحفلات غير الشطيح والربيح. الميزانيه ديال مشروع الميزانيه ديال 2022 زيرو درهم. الميزانيه المجمل الميزانيه ديال مدينه فاس 69 مليار سنتيم. واش 69 مليار سنتيم راه كتمشي للموظفين كتمشي للتدبير المفوض. مدينه فاس زيرو درهم. ما توقعوش يا ساكن مدينه فاس ان هذا المجلس غادي لكم شي مجازر، راه ما يدير لكم شي مجازر. غادي تجيو تلقاو ان الميزانيه المخصصه للمصلحه ديال الاشغال ميزانيه كبيره عرفوا ان المشاريع غيكون، راه المشاريع اللي كاينه حاليا هي مشاريع ديال المجلس السابق، مشاريع ديال من مبادرات ملكيه، راه الناس هذو ما داروا حتى شي حاجه. طلعوا على السوق اصاحبي ديال الخضر، سوق الجمله الخضر والفواكه، راه العابات واقعه تما، راه واحد التاجر خرج وفجر واحد القنابل، فجر واحد المعلومات صادمه، ولكن لا من مجيب، ما كاين لا محاسبه، لا مراقبه.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحنا كفاعلية جمعوية نشجب ونستنكر هادشي اللي وقع في مدينة فاس، ونطالب بتفعيل المراقبة وبتفعيل المحاسبة باش أن هاد الناس هادو يعرفوا شنو كيديروا، ما يبقاوش يعبثوا بأموال دافعي الضرائب والمال العام. وشكرا.